فيش عدد كراسي لا يتناسب نهائي مع عدد الطلبة والطالبات. يعني الفصول كل فصل فيه أقل شيء 545 طالب وطالبة. الكراسي بيقعمزوا التتات النازحين لعند اليوم قاعدين نستقبلوا في النازحين. عندنا قائمة يفترض أن احنا نديروها ملحق. بالنسبة للدولة ما جهزتش ولا حاجة. الموجود عندنا في المدرسة وما جمعنا من المدرسات ومن المدرسين فلوس، هات 5 هات 10 خدنا بها حاجات بسيطة زي ملفات. Thank you.